موضوعنا بفاميلي لليوم هو تأثير الانفصال لو كنا تحت سقف واحد على الأولاد. هالانفصال يلي صار اليوم يمكن طريقة لحتى نكون باقيين ببيت واحد، باقيين مع أولادنا، بس العلاقة ما بقى موجودة. إذا نشوف إذا عندها تأثير سلبي أو إيجابي على الأولاد مثل ما نحن بنشوف. بونجور. بونجور. معنا نضال صادق، معالج نفسية. اخترتي هالموضوع بتصور لأنه صار مبين بالمجتمع هالشيء، أوضح صار. وصار كثير، يعني صار الكوبل كأنه عم بيروح على هيدا الخيار، منشان بحس أكثر بسيكوريتي، إنه في محلات هو محافظ على الصورة اجتماعياً، إنه نحن بعدنا ضمن الأسرة، بعدنا ضمن البيت، ما وصلنا للطلاق، وهن بيعملوا كومبرومي بين بعضهم، كيف تكون العلاقة، كيف يكون ديناميك بالأسرة، كيف تمشي هيدي العيلة ولوين بدهم يوصلوا. كنا بدنا نحكي بالأول عن طبيعة العلاقة، يعني احنا بنقول انه زواج وكأنه ستاندار، والزواج كل الثنائي عندهم نفس العلاقة ونفس الطريقة بالحياة، بس كنت عم تقولي لا، كل علاقة عندها اسمها. صح، لأنه هو في عدة روابط، يعني نحن كتير مهم نعرف أي رابط نقينا، يعني أنا شو الرابط اللي بيجمعني بين الشريك. إذا بدنا نبلش في الرابط اللي هو أنكسيو أو القلق، يعني إذا بنعطي إكزامبل، إذا حضرتك بتشتغلي رحتي على العشاء، أول ما توصلي على العشاء بدق، وصلتي مع مين؟ مين في على الطاولة؟ مين الناس؟ شو عم تحكوا؟ شينا من الشغل؟ وين صرتي؟ أي ساعة وصلتي؟ مع مين حكيتي؟ مين شفتي؟ يعني كأنه هيدي العلاقة دايما تحت المجهر وتحت مراقبة، يعني الشخص بصير يحس بالقلق، وهيدي العلاقة بنسميها كلها قلقة، يعني وبتنقل القلق للأولاد وبتنقل القلق للبارتنير. يعني صحيح الشريك هو بيكون قلق، بس بتصير كل الأسرة قلقة، لأنه دايما بتحس حالة كأنه عم بتغلط، كأنه في حكم دايما مسبق عليها، وهيدا الحكم مكفى على أشياء كتير صغيرة. من هيك بتصير هيدي العلاقة كتير صعبة، وكتير مهم أنه ننتبه لها، ما نكفي فيها، لأن بما حليت يعني أكثر من 30% بكفوا أنه خلص، أنه أنا ما بقى فيه كفي بهيدي العلاقة، لأن فيها كتير ضغطة. يعني البعض بيعتبر هالشيء اهتمام، مشاركة، ايه، بس نحن بدنا ننتبه انه هو انت بتزيد عن حدها. ايه، يعني الاهتمام بمحلات معينة نحن بنقول مع الولاد، فكيف مع الادولت انه في محل لازم نترك اسباس. يعني الولد نحن ما فينا نضل حاملينه، لازم يمشي، ما فينا نضل عم نطعمين نقول عم نهتم فيه. يعني في اشياء بالحياة صارت كتير واضحة، وما نتخبى تحت شعارات معينة انه انا عم بهتم بالشريك، يعني لازم اخنقه ولازم ضل دايما مراقبته وشو عم يعمل. يعني بهيدي المحلات بكون عم حدله كتير من حريته، عم حدله من حياته، عم حدله من اشياء شخصية هو بحاجة لها. هيدي اول علاقة. نعم. العلاقة التانية هي العلاقة الباردة. بالعلاقة الباردة هون في كتير ناس هي بتتحول انه تصير العلاقة كأنه مطلقة تحت سقف واحد. يعني هيدي العلاقة اجمالا اللي بتنقلب وبتصير بالموضوع اللي نحن عم نحكي عليه. يعني الاشخاص هن ما بيعرفوا يعبروا عن شعورهم، ما بيتواصلوا مع بعضهم بطريقة صح، بيضلوا كل حدا منزوي على التاني، ما بيحس بالتاني، بيفضل الشخص يكون عايش لوحده، ما يتشارك الأشياء بينه وبين الشريك، وهذا كتير بيخلق فرستراسيون للشريك، خاصة بحس إن نحن وقت نقول شراكة، يعني نحن عم نقول في مبادلة، ما في يكون الشخص عايش لحاله. من هيك كتير بدنا ننتبه إنه خاصة إذا الشريك كان كتير هو شخص بيعبر عن عواطفه، ونحن أشخاص باردين حسب الشخصية تبعنا، فهيدي بتخلق أزمة، وهول الأشخاص إجمالاً بجرب يفوتوا بلعبة طلاق تحت السقف الواحد. شو العلاقة المثالية فأزم؟ العلاقة المثالية هي أكتر، مش مثالية، هي أكتر العلاقة اللي موثق الوثيقة، ما بعرف شو الكلمة، يعني اللي هن مجموعين بين بعضهم، العلاقة اللي فيها نضوج، يعني الشخص تارك اسباس للتاني، سمح له انه هو يعيش حياته، بس بذات الوقت في تبادل لكتير اشياء، يعني العواطف موجوده بين بعضهم، الثقه موجوده، النضوج موجود، يعني اكيد بيتشارعوا. في هيك دراسه مؤخرا قالت انه الولد سالوه كيف تعرف انه هول مزوجين؟ قال لهم اذا كانوا عم يتشارعوا. يعني هي الشريعة والموجودة بين الكوبل، بس كيف بالآخر تنتهي وكيف توصل وكيف يديروا هيدا المشكل أو كيف يديروا هيدا النزاع أو هيدي
الفكرة اللي ما قدروا اتفقوا عليها. وأكيد نحن ككوب نتنقل أيام بين هالثلاث ارتباطات، بس في شيء بيكون مسيطر بيكون هو أكثر من 80% من العلاقة. هو إيه أكيد بيكون ممكن يتنقل بين هالعلاقات. أكيد بيتنقل، بس في شيء بيكون هو الأساسي يعني بعلاقتنا، هو اللي محددة أكتر من هيك. بنقول هيدا الكوبل هو هيك موجود بهيدي الخانة. نمرق بعدة مراحل بحياتنا يمكن، أو نمرق بعدة ظروف فبتتأثر العلاقة ولكن تبقى الجوهر نفسه. أكيد. تنوصل لكن لا موضوعنا اليوم هو تأثير الانفصال يلي نحن قررنا أن نكون تحت سقف واحد ولكن منفصلين لسبب من الأسباب. أكيد. أو أسباب كثيرة بالنسبة للانفصال، بس سبب واحد بالنسبة لأنه بقينا تحت سقف واحد. بتعرفي هو سبب واحد اجتماعيا، يعني اذا بتشوفي هول الشخصين هن اثنيناتهم بيكونوا بيخافوا اجتماعيا من نظره الناس لهم، شو بينحكى عنهم، انه هن ناس فشلوا بهيدي العلاقه. خاصه في كثير ناس ما بيخطوا على خطوه الطلاق لانه بيخافوا من الحكم انه انا اخترت، يعني انا خياري فاشل، ما بيقوموا بهيدي المهمه، فبحسوا بانه الامان هو احسن، انه انا وهيدا الشخص الشريك نتفق ونحط اشياء اساسيه. هلا صار منيح انه بيتصارحوا، يعني بطلت هيدي الكذبه هي كذبه مستمره، يعني هن متصارحين انه نحن عايشين تحت هيدا السقف الواحد، بس متفقين على اشياء بركي خطوط عريضه، يعني زواج الاولاد، المدرسه، الجامعه، انه المصاري، كيف المصروف بالبيت يندار، بس الاشياء الاساسيه منا موجوده. والاذى بهيدي العلاقه انه فينو يكونوا بعدهم بيناموا بنفس الغرفه بنفس التخت، بس هن مكفيين انه ما حدا بيعرف شيء عن الثاني. خاصه انه هي نحن بدنا نفهم انه شو اساس الكوبل، يعني كيف انا بدي اقول هيدا كوبل او اعطيه هيدي الصفه، بس انه انا رحت تزوجت وصار هيدا الشريك، او لا انه في صفات للكوبل، يعني هيدا الشخص انا بدي يكون في علاقه جنسيه انا وياه، هيدا الشخص بدي اتبادل انا وياه، حس براحه وقت احكيه، هو صديق وقت اكون زعلانه، ابكي على كتفه، انبسط معه، اضحك معه، ابكي معه، اغضب عليه، يعني هولي كريتير كتير مهمين تقول أنا إنه هيدا كوبل. وقت يكون الكوبل صار هالقد بارد، صارت هالقد العلاقة بعيدة، صار بس هيدا شخصين عم بيمشوا زمام هيدا الأمور باعتقادهم إنه هن تيريحوا أولادهم ويشيلوا عنهم صبغة إنه هن ناس منهم متفقين أو مطلقين. قبل ما نوصل للتأثير على الأولاد أصلاً، يعني هل بالإمكان إنه شخصين يعيشوا عن جد تحت سقف واحد هن منفصلين كليا؟ هون يعني الانفصال بيصير حتى ما يصير في كل الوقت شريعه او صوت عالي بالبيت او الى اخره، خلاص بيكونوا متفقين، بس كمان بعد في كثير اشياء بتجمعهم، معقوله يعني يتشارعوا عليها؟ اكيد، يعني هيدا مش معناته ان هن ما رح يتشارعوا، الشريعه رح بتضل موجوده، بس بتعرفي بهيك حالات بتخف التنسيون بين بعضهم، يعني لانه ما بيعود يهمه شو هي عم بتفكر او هي ما بيعود همه شو عم يعمل او وين راح، اي ساعه رجع، او شو العلاقات اللي صارت معه، او شو الاحاديث، او ما بيعود يهمه هذا الموضوع. هالشيء بيصير يعني بيلتقى شخصين اثنيناتهم متفقين وقادرين يعني يشوفوا الامور بهالطريقه. بتعرفي خاصه بعمر شوي اكبر من نحن بنفكر، يعني باعمار معينه بيكون الكوبل بعده عم بيصارع تيصلح الاشياء، يعني بيكون عنده بعد كثير امل، خاصه نسمع نساء او رجال بيقول انا ما بقى عندي حدا اتجوز، او ما همي اتجوز، او يعني بلش هو عايش ديبريسيون، هو بحاله يأس، فما عنده بعد كثير شيء يدفعه بالحياه انه يقاتل كرماله تيحصل على الطلاق او تيغير حياته او تيبلش بحياه جديده، فبيصير مبرمج انه انا بروح على الشغل، بتعب بالشغل، بعد كثير اكثر وقت للشغل، يعني بنشوف الشريك ما بيسرب على البيت، يعني بجرب قد ما في انه يبعد وقت البيت تيوصل على البيت انه بس اوتيل، يعني بيخلص بيتحمم بيتعشى بينام، ما عنده شيء يتبادله مع الأصدقاء، ما بقى مشتركين، ما بيعود في أصدقاء مشتركين، يعني وهيدي من الأشياء اللي كنا عم نقول إن هي من مميزات الكوبل، يعني خاصة إنه المجتمع كيف بيشوف الكوبل، هيدي نقطة كتير منشتغل عليها، نظرة المجتمع إنه بيشوفهم متفقين، مهضومين، سوسيابل، القعدة معهم حلوة، بيتبادلوا الزيارات، بنشوفهم هالأشياء بلشت شوي شوي
انقسم وصار كل واحد اخذ موقعه، كل واحد عم بيمشي حياته. انه بنسمع اصلا في كلمات انه ما بقى في كثير من هالعمر، انه ما بقى تحرز، صار عندهم غير اهتمامات. بنشوف الام منكبه على تربيه الاولاد، البي منكبه على الشغل، وعم يوصلوا اثنيناتهم تلفانين تما يوصلوا ويحكوا انه نحن عن جد منفصلين. تاثير هالوضع كله على الاولاد بعد هالوقفه. نضال صادق معالجة نفسية موجودة معنا اليوم، موضوعنا هو تأثير الانفصال تحت سقف واحد على الأولاد. حكينا عن طبيعة العلاقة اللي تكون مختلفة من ثنائي للثاني، ووصلنا على الانفصال، ولكن الكابل بيكون قرر أنه يبقى عايش تحت سقف واحد، بلكي للصورة قدام المجتمع أو بلكي لصالح الأولاد مثل ما هن بيعتقدوا. هل صحيح أنه هالشي لصالح الأولاد؟ بتعرفي نحن كأهل نشكر الله، يعني بضل عنا الهاجس الأساسي أنه نفتش على صالح أولادنا. بس نحن كتير مهم نكون واعيين أنه عن جد شو صالح أولادنا، لأن في قرارات أيام بناخدهم هي ما بتكون لصالحهم، هي بالعكس، خاصة إذا الأهل منن واعيين على هيدا الشيء. يعني الأهل ما عم يتعالجوا، الأهل ما عم بيرجلجوا مشاكلهم، الأهل ما عم بيلاقوا حلول تكون هيدي الحلول مناسبة للأولاد. خاصة بعلم النفس وصار كتير هيدا الشيء معروف أنه الولد بحس بالعلاقة بين أمه وبيه من هو وببطن أمه. يعني هيدي العلاقة ببلش يحس فيها، أنه من هيك بنشوف أولاد أول ما يخلقوا بيكون كتير بيستفرغوا، ما بيناموا، بيصرخوا كتير. نحن دايما بنقول أنه الأم كيف كانت والبي كيف كان، أو هيدا العلاقة كيف بتكون، القلق كيف ماشي بقلب هيدا البيت. بعمر 6 أشهر ببلش الولد أكتر يحس بهيدي العلاقة، إذا في مشاكل، إذا في صريخ دايم، إذا في ضرب، إذا في كلمات بتسمعها الأم كلمات مش حلوة، أو البي، أو كل هالأشياء. وكل ما الولد يبلش يكبر كل ما بيصير يحس أكتر بهيدي المشاكل، وبنشوف بيبلش يلاقي هو البول تبعه أو وين بده يتخبى أو شو اللي بده يعمله. منشوفه من كاب يا بيحضر تلفزيون كتير أو بيضل يلعب على جيمز أو بيصير عنده عدائية أكتر على أصحابه. بنشوف أنه ولد اجتماعيا منه مبسوط، بالمدرسة منه مبسوط لو بيجيب علامات منيح، بس بنشوف حالات الحزن والقلق دايما على وجهه. يعني خاصة إذا كان هو هيدا الولد مش عارف هيدا المشاكل لوين عم بتوصل. يعني مثل ما قلنا قبل أنه بكل علاقة في مشاكل، بس هو المهم والأهم أنه نحن وقت يصير في مشكل بين أولادنا، وخاصة في أيام بننسى أنه الأوديانس تبعنا هن أولادنا، يعني هن أكثر ناس عم يتأثروا بهذا المشكل، هذا الجمهور تبعنا. فكتير مهم نرجع نفسر لهذا الجمهور أنه نحن اليوم اختلفنا، بس نحن اختلفنا هذا الشيء، بس مش معناته نحن ما بنحب بعضنا إذا بدنا نصلح الأشياء. أو في حال كنا مقررين ناخد غير طريقة أنه بالموضوع اللي نحن عم نحكي فيه أنه نحن منفصلين تحت سقف واحد، كتير مهم كمان نحكي هيدا الشيء للأولاد، بس بطريقة وحسب أعمارهم. يعني بأعمار معينة هن ما بيفهموا شو يعني انفصال، بس فينا نحن نفسر لهم أنه نحن على القليلة منحترم بعضنا، نحن موجودين وعم بنجرب قد ما فينا نرجع ننجح هيدي العلاقة، نرجع نعيد النظر فيها. في أيام هن كوبل بياخدوا هيدا القرار بيقولوا بركي ممكن نحن نرجع ننجح، بس انفات ما بيكونوا عم يشتغلوا على كريتير تبع الكوب، بيكونوا عم يشتغلوا على اشياء تانية يرجعوا يكذبوا فيها على المجتمع. يعني ما عم يشتغلوا على الباز تبع الكوب، بيرجعوا بينغشوا بيفوتوا بمتاهات تانية بس بتهم المجتمع، مش بتهم أولادهم وحياتهم هن الشخصية. قلنا الأولاد هن الجمهور، فإذا الأولاد كانوا شاهدين على كل المشاكل، بعدين هلأ صاروا شاهدين على كل البرودة يلي موجودة صارت بيناتهم. نعرف أنه لو ما كانوا موجودين على كل الأشياء اللي عم بتصير لكنهم بحسوا فيها. هون الأهل بيكونوا مقتنعين أنه هن منفصلين، أولادهم مش عارفين. للأسف في كتير حتى أولاد بينصدموا أنه وقتا يعرفوا أنه هي هالعلاقة هيك بين أمهم وبين أنه واصلة لهيدي المرحلة. من هيك كتير مهم أنه نحن نفسر الأولاد، ما نترك له مخيلته هو لوين تاخده، لأن المخيلة تبعه أيام بتوديه لقصص بفوت كأنه بنفق مظلم ما بيعود يعرف يظهر منه. كتير مهم نحن نوعي أنه نحن العلاقة
يعني أنا إذا في مشكل بيني وبين بيك أنت مش معناته أنا بطلنا نحبك، بطلنا نهتم فيك، بطلت أنت الأولوية عنا. يعني نحن هي مشاكلنا مش رح تتأثر أنت فيها، بالعكس نحن رح بنرافقك، رح بنروح معك على البيرثديز، رح بنروح نلعب معك. يعني في ناس بتسافر مع بعضها بس هي بذات الوقت ما بتكون متفقة، بس بتكون واعية كفاية انه تفسر لابنها انه نحن في مشاكل بين بعضنا بس ما في مشاكل بينك انت، لانه الولد برأيه هيدي العائلة هي تريو، يعني الام والبي وهو، يعني مجموعة بهرم، واحدة منهم تنشيل الهرم بينفك. فإحنا فينا نفسر له أنه إذا نحن ككوبل مش متفقين مش معناته كأهل منا متفقين. فينا كتير إشياء مهمة نرجع نتفق عليها ونقول أنه خسرنا علاقتنا ككوبل، كتير مهم ما نخسر دورنا كأهل، أنه نحافظ على هيدا الدور ونجرب قد ما فينا نرجع نلعبه ونصلح اللي خسرناه من الكوبل أنه تهدم. يعني التصرف مع الأولاد نفسه إذا كان في طلاق وكل شخص عايش لحاله من أنه يكون في انفصال وعايشين تحت سقف واحد، يعني الصراحة كتير مهمة للولاد. بتعرفي هو نحن أكيد ضد الطلاق بس أيام الطلاق بيساعد، لأنه الولد بيصير فيه الأشياء كيف هي، يعني وخاصة إذا اثنين ما كانوا عم بيجرحوا ببعضهم. ونحن في شيء بنوقع فيه كتير، شيء كتير بشع، أنه الأهل بيجربوا وقت الخلافات كل حدا يشد التاني، يعني بيصيروا فريقين بالبيت. إذا في كذا الأم بتصير تجيب أولادها تخبرهم عن بيهم والبي ذات الشيء، يعني منجرب نشوه صورة الآخر، وهيدا الشيء بمحل كتير بيأذي الأولاد، بيخليهم يعيشوا بصراع داخلي بينهم وبين نفسهم، يعني ما بيقعدوا يعرفوا شو الصح وشو الغلط، لأن بالنهاية هيدي أمهم وهيدا بيهم وهن اتنينهم بحبوهم. يعني ما نحطهم حكم بيناتنا ونخليهم هن يختاروا مين اللي عم مين اللي عم بيعمل صح ومين اللي عم يعمل غلط. هلا هون في اوقات تشويه للصوره، يعني ما بيكون هالشيء صحيح، وفي اوقات بتكون صحيح انه احد الطرفين في عنده مشاكل معينه ولا في عنده ضعفات معينه. الام بتحكي مع الولد، البي بيحكي مع الولد عن امه او عن بيه. ايه اكيد، بس من هيك يعني في عمر معين الولد ما بيتحمل هيدا الشيء، يعني ما في احترام العمر. ايه ما فيها الام تقول انت، نفترض اذا البي كان مريض تقول مجنون يعني، او تستعمل كلمات منا منيحه، او هو يحكي عن امه انه تنفترض مره منا منيحه. يعني لان بمحلات الاولاد هن بيتشابهوا بامهم وببيهم، كانه بطريقه معينه عم فسر له للولد انه انت كمان مثل بيك ولد منك منيح، او انت كمان مثل امك بنت منك منيحه. يعني فكيف أنا كبي أو كأمة عم إلا أنه بطريقة غير مباشرة أنك أنت شخص منيح، فهي صورتها بالتالي رح تتزعزع عن نفسها. أو الصبي كمان بيصير عندهم قلة ثقة بنفسهم، بيكون عندهم أجريسيفيتي كتير لاتانت، يعني بدهم شيء يفجروا غضبهم، بيكون عندهم غضب غير مبرر، بيكون عندهم ردات فعل غير مبررة اجتماعيا، حتى بعدين بكرة وقت ينقوا الشريك بنقوه بطريقة أنه يكون مش الشريك اللي بيعرفوا يتبادلوا معه العواطف، لأنه هن تعلموا طول العمر يعملوا بلوكاج للعواطف تبعهم، يعملوا بلوكاج للشعور تبعهم، ما بيعرفوا يعبروا عن أحاسيسهم لأنه تعلموا بغضبهم ما يعبروا عنه، تعلموا من الكوبل اللي هن عايشوا معهم، يعني شو ما يكون يعدوا ويقعدوا ويناموا على جرحهم وما يخبروا عن ألامهم، خاصة إنه الكوبل وقتها بيكون يقرر يعمل الطلاق السري، هيدا كوبل عادد على جرحه، يعني هو عم يتألم بس المجتمع حتى ما عمل له مواكبة، وقتها بيكون في عنا طلاق المجتمع بيواكب، بيقول يعني في كلمات بنستعملها انه حرام عم بيطلقوا، اصحاب المرأة بيوقفوا حدا، اصحاب الرجال بيوقفوا حدا، بياخذوا سبور من العيلتين، العيلتين بكفوا معهم، بس بهيك حالات لا، يعني هن وجعهم باقي محله وهن بس كشخصين اللي عم يتوجعوا مع اولادهم اكيد. نعم، تناخذ لكينا ريزومي الانفصال لما قرروا هالشخصين يكونوا تحت سقف واحد، في رولز معينين او بدهم في يكونوا اطار معين بده يكونوا حاطينه لحتى يكون هالانفصال نوعا ما صحي نجرب وحضاري نستفيد منه. عرفتي انه بالنهايه نحن كل شيء بدنا نجرب نستفيد منه لصالحنا بالدرجه الاولى ولصالح عائلتنا بالدرجه الثانيه، يعني خاصه انه عم ناخذ قرار
كتير صعب وعم نعمل كومبرومي كتير قوي، يعني كتير صعب الإنسان يعيش تحت سقف واحد وهو مش قادر يتشارك الأشخاص. عم يعملها تضحية فلتكون على قليلة إلى نتيجة مثمرة عائلته. يعني من هيك كتير مهم أنه هيدي الشخص هو لأكتر شيء مضحى أنه يجرب قد ما فيه يعطي يعني نتيجة حلوة وإيجابية للتضحية تبعه ما تروح ضيعان، لأنه بكل الأحوال نحن كأهل أكتر شيء بيأذينا نشوف أولادنا عم يتألموا أو أولادنا عندهم مشاكل، بس نحن بدنا ننتبه إذا كفت هيدي الكذبة وكانت كذبة أولادنا هن أكتر أشخاص رح يتأثروا فيها ورح يتعودوا أنه تكون كل علاقاتهم كذبة وما عندها باز أساسية اللي هي العاطفة. نضال، بس رح يكون يعني القلق الثاني أنه هل فعلا الأولاد رح يقدروا يستوعبوا هالشي؟ بتعرفي بس هن بهيك حالات أنه الولد كتير بيستوعب، الولد عن جد شخص كتير بيفاجئنا، هو بيعرف كتير اشي عن اهله اكتر ما هن بيعرفوا. الولد بالعكس بهيك حالات دايما بيضل عنده قلق انه هولي عايشين عن جد ولا مش عايشين. الولد كتير بينبسط انه بالنهاية يكون في عيشة، انه نحنا في جملة دايما بنكررها انه روحوا عيشوا، اذا ما نكون عايشين يعني هن اوريدي اهله ميتين بس عايشين صوريا واجتماعيا. هو بيضل عنده هيدا القلق انه يا هل ترى هتنين رح بكفوا ولا يوم من الايام كمان رح ارجع عيش هيدا الديفورس. فكتير مهم بالعكس انه احسن للولاد انه نحنا نحكي نحنا وياهم، انه نحنا كأهل قررنا هيك نعمل، بس في كلمات ما فينا نستعملهم. يعني انا مش معناته وقت نقول عايشين بسقف واحد يعني كل واحد عايش على راسه، يعني في اشياء مشتركه بدها تضل مشتركه، خاصه اذا حسسوا للولد انه نحن كل شيء بخصك اثنيناتنا ملتزمين فيه مش شخص واحد. يعني مش بس الام اللي عم تهتم بالتربيه والبي ما خصه بالموضوع، مش بس الام البي بيجيب مصاري والام ما خصها بالموضوع، بالعكس كل شيء خصه بتربيه الاولاد اثنيناتهم بعدهم عم يتشاركوا فيه، لانه هن قدروا يفصلوا انه نحن ككوبل ما اتفقنا بس دورنا كاهل رح بنضل مستمرين فيه ورح بننجح فيه، بالعكس تنعوض الخسارة اللي خسرناها بحياة الكوب. يعني تنخلي له الحد الأدنى على القليل من الإحساس بالأمان مع هالشخصين. شكرا لك نضال صادق، معالجة نفسية، وفي هلأ بنرجع نتابع بقية فقرات الليل.